سيدة سيلجان، أريد منك شيئا بعد إذنك. ماذا تريد مني في هذا الوقت؟ لقد رأينا بعض الأخطاء في السجاد حين كنا ننقله. وما هي الأخطاء؟ أنا أشرفت على العمل. إذن سأخبر السيدة أيتولون، أعتذر على الإزعاج. انتظر، اذهب إلى الخان وأنا سألحق بك. كما تريدين أختي، أنا عند القافلة. سيدي غوندوغدو، سيد غوندوغدو، لقد رأيتك مهموماً ونحن على الطعام، فطلبت الإذن من أبي لكي آتي ونتكلم، فإذا أردت نستطيع الحديث هنا سيدي. الجو بارد، ستبردين. عندما أكون أنا وأنت ريح الشتاء تصبح كالنسيم. همي الوحيد والدائم رجالي والقبيلة كونجاكول. همك كبير، أما همي أنا أن أريحك دائما وأزيل عنك كل الهموم سيدي. هل نتمشى؟ أيها التاجر، أيها التاجر، أيها التاجر، أيها التاجر، هيا ساعدني. احملها معي. هيا بسرعة. رأيتك وأنت تنظر إلى خيمة سيلجان اليوم، والآن
كنت ذاهبا إلى خيمتها، صحيح سيد كوندوكدو؟ فلتعلم أن همي بدأ حين وصلت إلى القبيلة ورأيتك. كنت بالنسبة لي خيالا لا يمكن أن أدركه، فأنت ابن سليمان شاه، وقد تزوجت من تبناها، ولأستطيع إخراجك من قلبي حاولت أن أفعل أي شيء ينسيني إياك، وبعدها جئت وطلبتني من أبي ولم يعد يهمني أي شيء، ولا حتى بقاء سيلجان زوجة لك سيدي، لا أهتم لشيء. وماذا بعد؟ أنا الآن أشعر بالضيق كثيرا. حين رأيتك ذاهبا وقد أصبحت أمام خيمتها، أنا أعتذر منك، تجاوزت حدي، لكن العاشق يغار. أعتذر منك سيدي، تصبح على خير. سيدة غونجاغول، أرجو أن تسمعيني جيدا. سيلجان وعدتني أن تبقى جانبي في السراء والضراء، وأنا سأكون كالسند لها. أنا أعلم، وهذا حقك، لكني تصرفت كفتاة حمقاء، أنا أعتذر منك. طابت ليلتك.